الخارجية المغربية ترد على قرار الجزائر قطع العلاقات. عبرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ اطلع عليه اليوم 24 عن أسف المملكة تجاه قرار الجزائر غير المبرر قطع علاقاتها الدبلوماسية. وقالت الخارجية إن قرار الجزائر أحادي وغير مبرر، لكنه كان متوقعا بالنظر إلى التصعيد الجزائري في الأسابيع الأخيرة، وإن المملكة ترفض رفضا قاطعا للذرائع التي قدمتها الجزائر.